قناة الصحة والجمال دكتور في بيتنا الصحة والجمال كلنا متجمعين. في المستشفى صالح. اتفضل يا استاذ صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور انا والله عندي غضاريف من 6 سنين. غضاريف ايه؟ من 6 سنين. علي صوتك يا استاذ صالح بعد اذنك. عندي غضاريف من 6 سنين. اه. وحاليا دلوقتي بحس بالركبه، يعني الالم كله في الركبه وفي القصبه تحت. الغضاريف دي في ظهرك ولا في ركبتك؟ لا الغضاريف دي في ظهري من 6 سنين، ما عملتش عمليات. من 6 سنين ما عملتش عمليات. طيب حضرتك عملت اي تحاليل او اي اشعاعات؟ عملت اشعاعات واخد بال حضرتك، في غضاريف موجوده بس الالم كله في الركبه. لو الالم في الركبه بس يا حاج صالح من قدام، لو الالم في الركبه بس. أيوة. لو الالم في الركبه فقط من قدام. أيوة. ده يكون في سبب في الركبه. لو ركبه واحده غالبا دي بتبقى خشونه لو انت حاسس ان حضرتك كبير، والغضاريف دي تبقى بريئه من الالم. لكن لو الالم ده معاك في الساق وبيمتد للركبه ده ممكن يكون من الغضاريف. ما هو ماسك معايا من الركبه للمشط تحت. للمشط تحت؟ اه. طيب ده غالبا بتبقى من الغضاريف، ده حضرتك زي ما بقول لحضرتك كده هتشوف الاشعاعات وتعمل رسم اعصاب ونشوف هل الغضاريف دي حجمها قد ايه، لو حجمها صغير ممكن نعمل لك حقن جذور الاعصاب، لو هي عامله دي القناه العصبيه نبتدي نتعامل مع القناه العصبيه ونوسعها. لو هي لو تحتمل ان احنا نشفطها، يعني غضاريف مش ناشفه او متنكسه، ممكن نشيلها لك بالشفط. لان حاليا الظهر اصلا ما فيهوش الم، يعني الظهر ما فيهوش. ما هو حضرتك عشان الغضاريف ضغط على اعصاب رجلك بس. ايوه. فالظهر ما فيش فيه مشكله، لو الغضاريف دي ضغطت على اربطه او على مفاصل الظهر من ورا تسبب لك الم في ظهرك، او ممكن يكون لو انت سنك كبير وحضرتك بتشتغل بظهرك فترات طويله، يعني بتوطي وبتقعد والكلام ده كله، لو الم في ظهرك ممكن يكون خشونه في المفاصل، وخشونه المفاصل دي في بعض الحالات. 66 سنه يا دكتور. ربنا يديك الصحه. بخرج. ده غالبا حضرتك ان ممكن تكون الغضاريف عامله لك ضيق في القناه العصبيه او ضغط على الغضاريف بتاعت على الاعصاب بتاعت رجلك اليمين، فده انت هتحتاج توسيع للمكان دوت او حقن لجذور الاعصاب في المنطقه دي. شكرا يا استاذ حاج صالح. في اس ام اس مريضه ثانيه بتقول اعاني من الالم بالوجه الشمال منذ فتره ويثير اسناني، مارست تيجرتول ولا فائده. طبعا الكلام ده غالبا بيبقى التهاب في العصب الخامس، وده بيبقى ده بيحتاج لو انت ما خدتيش حضرتك العلاج ما جابش معاك نتيجه، او جرعه التيجرتول نفسها ما جابتش معاك نتيجه، بنعمل حقن للعصب دوت او تقويم بجهاز الموجات التردديه. ده ان شاء الله يبقى لنا حلقه من الحلقات القادمه على العصب الخامس وازاي نشخصه وازاي نعالجه والطرق المختلفه للعلاج. ما مدى فعاليه حقن الركبه بسائل خشونه ومخاطره؟ مدى فعالية حقن الركبة بسائل الخشونة حسب درجة الخشونة. لو درجة الخشونة عند حضرتك بسيطة أو متوسطة، معانا اتصال من مدام عز. اتفضلي يا مدام عز. الو. ايوه يا فندم اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. يا دكتور لو سمحت، أنا من فترة كده كان جالي ألم في ظهري من فوق، من ناحية ظهري من فوق بيسمع دراعاتي. تمام. وبعدين حرقان بقى يعني بدرجة لا تطاق، فرحت لدكتور يعني كبير بتاع إصابة ملاعب وكده، فقال لي انت عندك التهابات في الضفيره العصبيه. الالم ده في دراع واحد ولا دراعين؟ دراعات الاثنين زي ما اكون شطه حرقان وتكسير كده، فقال لي انت عندك التهابات في الضفيره العصبيه، دكتور كبير يعني. وقال لي حالتك وارده، يعني انت ولا تعرضي لتكييف ولا مروحه ولا اي حاجه. تمام. يعني مثلا لما يكون مثلا سوري شعرك مبلول ولا حاجه ما تجيش قدام تكييف ولا مروحه. فاخدت علاج الاول مضاد 15 يوم للالتهابات في الاول، اداني فتره الالتهابات في الاول وراح، وبعد كده اداني علاج، يعني اداني حاجات مسكنات للالتهابات في 15 يوم، 15 يوم التانيين اداني علاج. تمام. وقال لي حالتك ورده ما تعرضيش.
من يومين والله يعني كانت الدنيا حر في حوالي تقعد في تكييف، حصل لي نفس الوجع ده تاني، ومش عارفه بقى بصراحه يعني هو قال لي حالتك ورده ومش عارفه ده عباره عن ايه. طيب حضرتك الزميل اللي شخص لك انها التهاب في الضفيره العصبيه، لو انت حضرتك استريحت على العلاج بتاعه. انا استريحت فعلا وقال لي على قدر ما تقدري التكييف ده مالكيش دعوه. تمام، هو طبعا ضروري زي ما الزميل قال لحضرتك يبقى لازم نلتزم بكلامه، لان طبعا اي مخالفه يعني احنا لما نعمل حاجه لمريض معين توسيع مثلا في القناه العصبيه او اي حاجه من كده ونقول له لازم وزنك يخس ولازم انا بكلم حضرتك مثلا، فلو الايام ده ما التزمش بالكلام ده لازم القلم يرجع. فانت حضرتك لو العلاج التحفظي او العلاج الطبي اللي الزميل كاتبه لك وجاب نتيجه معاكي خلاص هنكرره ونتجنب اللي الزميل قال لك عليه ما تعملهوش. طيب هو قال لي اول ما تحسي بكده انا عايز رذاذ ميه سخنه على نص ظهرك هترتاحي جدا وتحاولي تدفيه، بس يعني وقت الشغل لو ولعت تكييف عربيه ولا حاجه وانت عارف الدنيا حر ارجع بقى متبهدله. طيب هو الحل الثاني زي ما بقول لحضرتك كده، في هل دي فيها خطوره ولا حاجه يا دكتور؟ لا ما فيش فيها خطوره ولا حاجه والامور بسيطه. انا كذا واحد قبل الدكتور دوت هو اللي قال لي حالتي، وريته اشعاعات وريته تحليل قال لي كل ده سيبك منه اللي عندك، وراني كده حاجات اللي عندك الديفيرات العصبيه الناحيه اليمين بالذات هي اللي فيها الالتهابات. تمام، مربوله حضرتك لو هو العلاج اللي هو كاتبه لك جايب نتيجه معاه نكمله، والحاله ما فيش فيها خطوره ولا حاجه والامور كويسه ان شاء الله. لو الامور ما تحسنتيش بالعلاج التحفظي اللي هو يشمل العلاج الدوائي، او لو هو طالب لك مثلا كمادات او تمارين رياضيه او اي الحاجات اللي الزميل كاتبه لك، تجيبي مخده وتحطيها تحت صدرك وتنامي وترفعي رقبتك وتنزلي ايديكي وهو دوت وحافظي على قد ما تقدري. تمام، حالتك انا مش هقول لك حالتك هتخف، حالتك ورده زي عرق النسا بالظبط، يعني كل ما تحاولي تبقي كويس يعني تدفي نفسك وتلاقي نفسك كويسه خلاص انتهى. ما انا بقول لحضرتك لو الامور كده ما كانش كده بنعمل حمل الضفيره العصبيه دي عادي خالص في الحالات اللي هي لا تستجيب للعلاج التحفظي. مره ثانيه الحالات اللي لا تستجيب للعلاج التحفظي اللي هو يشمل العلاج الطبي لو خدتيه فتره طويله وما جابش معاك نتيجه او الالم بيزداد سوء. ماشي، اتفضلي يا مدام سلوى سلامه. الو الو اتفضلي يا مدام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا دكتور. اتفضلي يا فندم. من فضلك بالنسبه كان عندي رقبتي بتوجعني جدا من فتره كبيره يعني ومن اسفل الظهر. تمام. فرحت للدكتور وكده اهوت ف عملت اشعه وقال لي في فقرات الرقبه وفي خشونه وزي تاكل وكده، ومن تحت برضو الفقره الرابعه والخامسه ومش عارفه الخامسه والرابعه وكده. بس فالمهم يعني بالنسبه للاشعه طلع علاج وكده اهوت وقال لي كمادات ميه دافيه ودهان. كان الاول الالم بيمسكني من عند المصبغ الرجل كده لحد الورك من فوق، ما كنتش بقدر انام على جنبي. تمام. فالعلاج يعني خف شويه بس يعني بقى الالم من الجنب من ورك من فوق، واخد بال حضرتك؟ أيوة. ولما بقعد كتير اطول في القعده ببقى مش قادر اقعد، في الحوض كده بيبقى زي الم لما اغسل دوره كده، مش عارف ده بيدل على بالنسبه للظهر يعني بيسمى ده خشونه في مفاصل الرقبه وخشونه في مفاصل الظهر. الخشونه دي طبعا من الحاجات اللي هي بتبقى الالم بتاعها من الالام المزمنه او اللي هي ما بتخفش بسهوله. فالعلاج بتاعها بيبقى برضه بنقسمه لعلاج تحفظي وبعد كده علاج التقويم. يعني بالنسبه بعمل قربه سخنه ما تمشي بدل الكمادات. تمام، العلاج التحفظي ده يشمل الادويه ويشمل العلاج الطبيعي ويشمل الكمادات اللي انت بتقولي عليها وتمارين رياضيه لرقبتك وظهرك. لو استجبتي والامور مشيت كويس خلاص بنبقى ماشيين على السيستم ده او النظام ده، لكن افرضي انت حضرتك ما استجبتيش للكلام ده او الالم ازداد سوء او كده، يبقى حضرتك لازم نعمل زي حاجه زي تقويم او حقن للمفاصل ديت بجهاز اسمه موجات تردديه. هو كان في دكتور قال لي حزام مش عارفه وفي ناس لا لو الحزام لا. لو الحزام لو عندك انزلاق فقاري يعني فقره متحركه، لو ما فيش عندك فقره متحركه ما تلبسيش الحزام لانه بيعمل ضعف لعضلات الظهر. احنا عايزين نقوي العضلات بتاعه الظهر ولذلك بنطلب التمارين. فحضرتك الموضوع ان المفاصل دي بتتحقن بجهاز الموجات الترديه او التردد الحراري والالم ده بيختفي لفتره طويله، مع ان انت حضرتك وزنك يخس لو انت تخينه تعملي 88 عندي 59 سنه وزني 8. طيب حضرتك تعملي بقى بالمره كثافه عظام
عشان نشوف نسبه الكالسيوم عندك لو فيها هشاشه من الحاجات اللي هي بتسبب الالم اللي انت حضرتك بتشتكي منه. فلازم نعمل عشان نستثني الالم الناتج عن الهشاشه. يعني بالنسبه للقعده لما بنقعد كده ده هيكون منها لما بقدرش اتحمل القعده. القعده فترات طويله حتى للسليم مش كويسه. لازم حضرتك كل ربع ساعه. في الم كده في الحوض؟ ما بقول لك ده ممكن يكون تسميع من الالم بتاع الظهر. ايوه الف شكر. شكرا يا فندم. سؤال بيقول ما مدى فاعليه حقن الركبه بسائل الخشونه ومخاطره؟ المدى الفاعليه قلنا لو الركبه دي الخشونه دي من الدرجه الاولى او الدرجه او المتوسطه الحقن بتاع الركبه ده بيجيب نتيجه، لكن لو من الخشونه الشديده او في تاكل في المفاصل غالبا بيدي الحقن ده فتره معينه او ممكن العيان ما يستفدش منه، يعني بياخد مثلا شهر شهرين ويبتدي الالم يرجع، لكن هو لو درجه متوسطه طبعا بيدي فتره طويله قد تتراوح لسنه او سنتين مع المحافظه على الركبه، يعني المحافظه ان في تعليمات معينه لازم نمشي بيها اللي هو عدم تني الركبه وعدم طلوع السلالم وعدم القرفصه وعدم التربيع والكلام ده كله على اساس ان انت تحافظ على الجزء الباقي من الركبه. واحد بيقول ركبتي بتوجعني ودايما بتنمل وانا جالسه ولما بزعل بيشتد الالم عليا قوي، اعمل ايه؟ كشفت وقال له شويه التهابات على الركبه. وقال لي التهاب واعطاني بيتازون وحقن برضو نفس الالم. ما احنا بنقول حضرتك لو عندك الخشونه بدرجه شديده. طيب اوكي. اهلا وسهلا اتفضلي يا مدام جوليان. لو سمحت يا دكتور انا عايزه اسال بس بالنسبه لجوزي عمل عمليه انزلاق غضروفي. تمام. عملها الرابعه والخامسه. بس المشكله ايه؟ عملها هو عنده انزلاق بتاع فيروس سي. تمام. فيروس سي وعنده ضغط وعنده سكر. تمام. المشكله بقى انه عملها بالليزر. تمام. وبعد كده بعد ما عملها بالليزر جت ردت عليه تاني. طيب هو عمل حقن لجذور اعصاب ولا شايل غضروف بالليزر؟ اولا الليزر معلش مع احترامي لحضرتك مفيش ليزر هنا في مصر. لا عمل حقن. لا في فرق بين حقن جذور الاعصاب وفي فرق بين الليزر. الحقن لجذور الاعصاب ده حقن الغضروف ما بنقربلوش، بنحقن العصب نفسه وحجم الغضروف زي ما هو. لكن الليزر مفيش جهاز ليزر في مصر خالص بيشيل الغضروف، كل اللي موجود اجهزه شفط واجهزه تبخير ده بالطرق اللاجراحيه، اما الطرق الجراحيه في المناظير والجراحه العاديه، فانت بتقولي ليزر، لا مفيش ليزر في مصر خالص ولسه طبعا حتى تحت التجارب بره يعني ما وصلش للدرجه، انت حقنت جذور الاعصاب بجهاز موجات تردديه، الجهاز الموجات التردديه او جهاز التردد الحراري دوت بيدي نسبه معينه من الراحه، يعني بيدي نسبه سنه سنتين بكتيره لو الغضروف ما قربنالوش او حجمه زي ما هو، ده عباره عن ان احنا بنضيع الالم لكن حجم الغضروف زي ما هو، لذلك لو الغضروف ده كان قابل ان هو يتشفط او يتشال لازم نشيله عشان يبطل ضغط على الاعصاب، دي حاجه. الحاجه الثانيه لو الالم رد له ثاني ممكن يعيد الجلسه مره ثانيه ومفيش فيها ادنى مشكله. الو؟ انا عادي يا دكتور مره ثانيه، بس المشكله ان هو المره الثانيه مش قادر يمشي على رجله. هو عملها بقاله قد ايه؟ هو عملها يوم اول امبارح. لا اول امبارح ما تعتبرش حاجه، لازم حضرتك تدي تايم على وقت على الاقل شهر عشان اقدر احكم على النتيجه، لان جهاز الموجات التردديه له دوره، الدوره دي تبتدي من يوم الثالث او الرابع. ما بيقدرش يقف عليها. طيب حضرتك الدكتور الطبيب الزميل اللي عمل لك القصه دي لازم تروحي له يديكي نوع من المسكن وتصبري على الاقل، في فرق بين الالم وفي فرق بين عدم الاحساس، لو هو بيحس وفي الم خلاص دي مش مشكله خالص، ناخد مسكنات قويه وفي طبعا في ادويه كويسه لمرضى الكبد او الفيروس سي ممكن اللي هو الباراسيتامول او البنادول. ما كتبلوش اي ادويه يا دكتور. لا حضرتك بقى تكتبي تاخدي لو في الم والاحساس يعني ما كتبلوش الا بس مسكن. المسكن ايه؟ هو ايه؟ بنادول. البنادول ولازم لو هو البنادول حضرتك بنادول
ماشي. البنادول لو ما استريحش عليه لازم تضيفي معاه ادويه اشد قوه ويكون للكبد كويسه زي الترامادول، ياخده الفتره الجايه ديت. دي بيبقى من الحاجات اللي بتركيزات صغيره عشان الكبد اللي عنده ما ياخدش اي مسكن عادي لغايه ما الالم يهدى معاه، وننتظر على الاقل 15 يوم او 21 يوم ونشوف درجه الاحساس اخبارها ايه ودرجه الالم قد ايه. لو ما فيش تحسن حضرتك تروح للدكتور تاني وتشوفي فيه اشعاعات او تعملي رسم عصب، لا وان شاء الله ربنا يسهل بعد 15 يوم او اكثر الامور بتتحسن يعني ما تقلقيش.